السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بالبلوك. أنا يشرفني أن أقدم لكم لقطة من خطبة محمد راتب النابلسي، وخلونا نحضرها سوا. عالم غربي كبير من بريطانيا قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام. ولكن بشرط، دققوا، أن يحسنوا فهم دينهم، وأن يحسنوا تطبيقه، وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. أن يحسنوا فهم دينهم، أن يحسنوا تطبيقه، أن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. وهذه فيما أعتقد أوراق العمل الرابحة الثلاث التي بقيت بين أيدينا. ومن حسن عرض الإسلام على الطرف الآخر، هذا المؤتمر إن شاء الله. ولكن يجب ألا ننسى أن نحافظ على هويتنا وأصالتنا من دون أن نذوب في غيرنا. ومع أن ثقافة أي أمة هي ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال، وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ أيها الإخوة الكرام، يقول سئل أحد المفكرين: ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغرب؟ فقال: نأخذ ما في رؤوسهم وندع ما في نفوسهم. وقال بعضهم: أنا أفتح نوافذ غرفتي لأجدد هواءها، ولكن لا أسمح للعواصف العاتية أن تقتلعني من جذوري.